وحياة اللي راحوا واللي صاروا الحنين، وحياتك يا أرضي ويا تاريخي الحزين، يا رفيقي لاستشهد يا شعبي لتشرد، رح نرجع نبقى رح نرجع نتوحد بعد عليك يا شعب السجين، وحيات اللي راحوا واللي صاروا الحنين، وحياتك يا أرضي ويا تاريخ الحزين. لا يختلف اثنان أن لغة الألم قد طغت على الذكرى السنوية الثانية لانفجار الرابع من آب الدامي، والذي يعد من أكبر انفجارات العالم، إلا أنه في المقلب الآخر توجد لغة الصمود عند أهالي الشهداء والضحايا الذين قضوا جراء هذا الانفجار، وأصر الأهالي على المطالبة بالتحقيق حتى الرمق الأخير والذهاب بقضيتهم إلى الأمم المتحدة من أجل انبلاج الحقيقة الغامضة. أمام هذه المشهدية المؤلمة تطالعك الأمهات الحزانة والثكالة والصور العملاقة للشهداء والنعوش المرفوعة على الأكف والعبارات المطالبة بتحقيق العدالة لتحث المسؤولين والمجتمع الدولي بمعرفة حقائق هذه الجريمة ومن كان وراءها. واكبت تلرميان نورصاد بالصوت والصورة مسيرة التحركات في مختلف النقاط المعتمدة للذكرى السنوية الثانية، من باحة مركز فوج إطفاء بيروت في الكارنتينا على اللافتات، وافترش العلم اللبناني باحة المركز ليحمل توقيع الشعب اللبناني على أهم وثيقة تطالب بالعدالة وبمعرفة الحقيقة. مش عم نصدق كيف بعد ما وصلوا للعدالة، مش عم نصدق كيف بعد ما انحبس ولا واحد منهم، هن الكبار اللي لازم ينحبسوا مش الصغار ينحطوا بالحبوسة، لازم هن الكبار، هيدا ايديهم هن ملطخيننا بالدم، نحنا بعدنا كل يوم شهداء احياء. رح نحكي كيف رح نكفي التحقيق، نحاولوا على لجنة قصي حقائق، اليوم رح نخبر كيف نحنا عم نفكر كأهل وشو اللي نحنا عملناه بهالسنة تنوصل لهاللجنة، وبظن في جو قبول هاللجنة صار تقريبا من الدول، ان شاء الله خير يعني هيك بنقوله، موضوع جو واصحابه وسحر وكل الشباب، نحن بنقول نحنا صحيح اهلهم، نحنا اكيد رح نرجع نلتقي بعدين. لو تأخر شوي اللقاء رح يصير، رح نلتقي فيه وضميرنا مرتاح لأن احنا بنعمل كل شيء بنقدر نعمله هون تنوصل للحقيقة. يعني متكلين على الله مش عليهم حتى تيجيب العدالة. عدالة السماء، عدالة السماء هي أقوى من عدالة الأرض، يعني نحن متكلين على الله مش عليهم يعني. إلا من الحقيقة لآخر نفس مع سحر، إن شاء الله بيدوقوا اللي عم ندوقه، إن شاء الله بيمرق عليه هذا النهار اللي نحن مارقين فيه يمرق عليهم لأنه هن مانن حاسين فيه. هذا اللي بقلهم اياه. الرجا صعب يتحقق اذا ما في مصالحه حقيقيه، والمصالحه صعبه تتحقق اذا ما في عداله، فاليوم نحن عن جد نقدر نكون عم نعيش الرجا، نحن بامس الحاجه للعداله وبامس الحاجه للحقيقه. انا بقول انه وقتها بيصير المحنه باقصاها بيبقى ربنا هو الضمان لنا، وهيدا الشيء بيثبتنا بايماننا برجائنا وتضامننا مع بعضنا البعض بهالوقت هيدا. وإن شاء الله يلتقى أوادم بعد بهالبلد أو بخارج هالبلد هن يحققوا العدالة وياخدوا حق سحر وحق أخواتها العشرة. اشتقت له قد الدنيا قد الدنيا، يا روح أمك يا ريتك معي ويا ريتني معك كنت ارتحت. نحن لو ما عنا رجع عند ربنا ما عنا شيء، ما كنا قادرين نوقف، ما فيك توقف بهيك عم بتصير كل يوم بيقتلوك زيادة، غير وجعك غير أخذونا أحلى ولادنا، لو ما في ربنا وفي رجاء ما عنا شيء. بعد إذن صار الأهالي في مسيرة سيرا على الأقدام وصولا إلى تمثال المغترب، وأنظارهم تشخص إلى سقوط أجزاء من الإهراءات وهم لا يريدونها أن تسقط لأنهم يعتبرونها بمثابة مدافن لأولادهم أمام طمس الحقيقة. وتوجه الأهالي من هناك إلى الشعب اللبناني معلنين توجههم إلى السفارات والأمم المتحدة لأن الدولة برأيهم ليست قادرة على تدارك مثل هذه الجريمة، كما أن الاتكال على التحقيق المحلي لم يفضي إلى نتيجة، رافعين الصوت عاليا بدنا العالم قولا وفعلا إلى جانب قضيتنا. وأكد الأهالي أن العلم اللبناني الذي سيحمل توقيع كل الأهالي والشعب اللبناني هو بمثابة رسالة إلى دول العالم للمضي قدما بمعرفة من قتل أولادنا، لن نسكت ولن ننسى.